بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة عايزين نحط فاميلي عن طريق نقاط، يعني نحط كذا نقطة على المشروع وأخلي الفاميلي تحط في المشروع دوت. طيب أنا محتاج إيه عشان أعمل كده؟ محتاج إن أنا يبقى عندي بوينت باي كوردينيت، وهقول له عن طريق نمبر، هبدأ أديله نمبر 1 2 3 أهوت. أقول له ده نمبر 1 اللي هو في الإكس، نمبر 2 في الواي، نمبر 3 في الزد. طيب دلوقتي هو حط النقطة، ممكن تعدل تقول له دي مثلا 50. تمام. طيب دلوقتي هقول له أنا عايز instance family، أهوت باي بوينت. فهو طالب مني حاجتين، عايز مني الفاميلي تايب وعايز مني البوينت. فاقول له البوينت اهيت الفاميلي تايب، هجيب لك فاميلي تايب. حاضر. اروح للريفيت سيلكشن، اقول له انا عايز فاميلي تايب، اقول له خلي دي نوعها فاميلي. تبدأ تختار اسم الفاميلي اللي انت عايزها، تمام اهي، واقول له رن. هتلاقي الفاميلي اللي نزلت في البوينت زي ما احنا عايزين. طيب لو انا عايز اكتر من واحدة يبقى في مجموعة، اجي هنا مثلا اقول له خلي دي مثلا من الصفر نقطتين، اقول له 5000 مثلا نقطتين الالف، يعني حط لي النقط دي من الصفر لـ5000 وبين كل واحدة والتانية الف، واقول له رن بالشكل دوت. تمام. ممكن عادة اخليها 50000 و10000 بالشكل دوت. طيب عايز برضو يبقى في اكس وواي، برضو اجي هنا بدل الـ50 دي اقول له 1000 مثلا، دي النقطة اللي هيبدأ بيها، وبعد كده نقطتين لحد فين؟ لحد مثلا 100000. المسافة بينهم قد ايه؟ احط نقطتين واخليها مثلا 6000، 60000، واقول له رن، هتبقى بالشكل دوت. 60000 اخليها مثلا 20 مثلا، واقول له رن. طيب لو انا عايز ده يبقى متغير، اروح اقول له ايه، اديله اي حروف مش ارقام، فبحطه له متغير هو لوحده. طيب انا عايز ابدا اخلي المتغير ده ياخد رقم، اقول له النمبر دوت ده مثلا 30000، 30000 من هنا لهنا. ران. طيب خلي دي 40000. ران. حس ان هو ممكن يكون حاجه مرتبطه بيه من جدول اكسل، من معطيات المستخدم هيديها له، وهكذا. برضو النقطة البداية ممكن نخليها متغير، نديها برضو حروف، يبدأ يقول لي انت عايز هنا كام وهنا كام. بالشكل دوت. وكل اللي بتعمله بيظهر قدامك في نفس الوقت على الريفت.